انا ما لحد الان انا ما متيقاش بانه اشرف داري ولدي انا، انا اللي ولدته ما متيقاش. انا فرحانه بزاف فرحانه. انا عيط لي قال لي ماما راه غتحضري معايا تشوفي جلاله الملك. ما تيقتش انه فمي ما بقيت وليت كندخل ونخرج في الهضره، مي ملي وصلت عند جلاله الملك حسيت راسي بحال كنشوف شي ملاك، شي يعني بدون شعور انا درت هذاك الشيء. انا ماشي تصنعت ولا، انا بدون شعور انا صافي ما بقيت باغي والو، ما كاينش. انا ملي شفت سيدنا ما بقيت باغي والو، رغم ان الناس داروا عليا ترولات واخا دارت لي، ولكن قلت انا والله الا انا ما انا ملي ضحك الملك وضحك في وجهنا وضحك معانا يعني ما دار شي حاجه خايبه. انا غير يعني هاد الفرحه ديالي عبرت عليها بحال هكاك، يعني انا ما درتش شي حاجه خايبه وتصرفت عاديه، ما هادشي اللي بغيت، ماشي شي حاجه ما تصنعتش، حيت هو فهمتي كنحسوا به شي حاجه، عرفتي شنو حسيت ما توصفش، واخا نوصفها لك ما توصفش، بغيت داك الاحساس بغيت نمسو بيدي.